فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم حلق شعر الرقبة وغيره من شعر الجسم مما لم يرد فيه نص؟ حلق شعر الرقبة ما في بأس، شعر الجسم ما في بأس، لكن ما يؤخذ أسفل الرأس، لأن بعض الناس يحلق أسفل الرأس من الخلف، يحلق بعض رأسه من الخلف، هذا لا يجوز لأن هذا من القزع. أما الشعر النابت على الرقبة أو على الحلق أو على الصدر أو على الظهر أو على الساقين والذراعين فلا بأس بإزالته. نعم.